الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات ليصلكم كل شيء جديد. طبعا طبختنا لليوم فاصولية بزيت. أنا ما بعرف بحب كتير الفاصولية بزيت. شو مكونات الفاصولية بزيت؟ طبعا عنا بصلة، لازم بدها الفاصولية الخضراء بزيت، بصلة، 4 فصوص ثوم أو 5، شايفين 4 فصوص ثوم أو 5. عنا الفاصولية طبعا بفرمقنا بهالشكل، شايفين نقسم الفاصولية بالنص وهيك بنفرمها. طبعا بغسلها بعد الغسل. هلا شو بنعمل؟ بفرم البصلة والثوم، بفرمه تفريم، ما بدق، يعني ما بدق الثوم ده، لا بفرمه. انا هون مجهزة شايفين، مجهز البصل والثوم، بقليهم بالزيت، بقلي الفاصولي البصل. هلا غمرت الفاصولي بالزيت، غمرتها مي وبتركها تستوي تقريبا نص ساعة، ساعة ما بعرف، يعني بشوف اني لحتى تستوى بطب فوق البندورة. شايفين هلا بغمره، شوف غمرتها بالمي للفاصوليه، غمرتها تغمير، بغطيها لتستوى. هلا بغطيها لتستوى. حبايبي الفاصوليه ما بتستوى ابدا لما بنحط لها ملح وبنحط لها البندوره. اول شيء يعني حصرا لازم نتركها لتستوى على الاخر الفاصوليه، بنطفي فوق البندوره وبنحط لها الملح والبهارات. حبايبي هاي نشفت هلا مية الفاصولي، شوفوا على الاخر نشفت، راح احط لها هلا البندورة واستوت تقريبا نص ساعة صرنا عنا. هلا ايش بحط؟ هلا راح احط نص معلقة كزبرة، نص معلقة كزبرة ومعلقة ملح تقريبا، ما لازم ملح كتير لأن صيام اليوم، يعني بخاف تطلع مالحة، تقريبا نص معلقة بس. بحط فليفلة ربع معلقة، ما بكتر لأن فليفلتي حدة. حطيت ربع معلقة بهار، بحط ربع معلقة كمون، وهيك لتستوى البندورة تعقد شوي مع الفاصولية، نطفي تحتها بس تعقد شوي الفاصولية مع البندورة، تقريبا بدها ربع ساعة. حبايبي هيك خلصت معنا الفاصولية زيت لليوم، اتمنى تعجبكم، ان شاء الله بشوفكم في فيديوهات جديدة. Yeah!